أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة هنقدم لحضراتكم حصريا أكتر من 12 تقرير عن جوائز الابتكار الصناعي. دي مسابقة عظيمة جدا بتنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ودخلت فيها كل القطاعات الصناعية في مصر في جميع المجالات، وتم تتويج العديد من المشروعات والابتكارات المصرية بجوائز الابتكار الصناعي. باختصار هي جائزة بيفوز بيها كل مبتكر في مجاله، يعني بيقدم منتج مبتكر ويحتاجه السوق المحلي والعالمي، منتج فريد من نوعه. هتقابلوا معانا أكتر من 12 مبتكر من الفائزين بجوائز الابتكار الصناعي، وبجد كل نموذج قدموه أو منتج مذهل فعلا. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا عن جوائز الابتكار الصناعي العظيمة جدا، عايز أقول لحضراتكم إن خلال ساعات هيحل علينا شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى حضراتكم بكل الخير واليمن والبركات. عايز أقول إن احنا هنبقى موجودين ببرنامج الجدعان على مدى أيام رمضان بالكامل من خلال برنامج الجدعان سيدات من مصر. هنرصد حكايات مذهلة لسيدات مصر العظيمات من أصحاب المشروعات. ده الأول مرة هندخل في السباق الرمضاني. أتمنى إن ربنا يوفقنا إننا نقدم لحضراتكم نماذج مضيئة ومبهرة من سيدات مصر. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.